في مجالنا اليوم إقليم قرباغ، الحرب مستمرة واعتقال جاسوس للإمارات في تركيا، السودان ورفع العقوبات الأمريكية. أهلا بكم في حلقة جديدة من المجال، معكم محمد عمر. والبداية بالعناوين: مع استمرار المعارك في قرباغ، الجيش الأذربيجاني يحرر مزيدا من المناطق، وأرمينيا تواصل استهداف المدنيين. الاستخبارات التركية تعتقل أردنيا من أصل فلسطيني بتهمة التجسس لصالح الإمارات. السودان يترقب رفع اسمه رسميا من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب بعد وعد ترامب بذلك. نستهل المجال من قرباغ، حيث دعا مجلس الأمن الدولي كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى احترام قرار وقف إطلاق النار الجديد في قرباغ، وذلك خلال جلسة تشاورية بشأن تطورات الأوضاع في الإقليم. من جانبه، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تحرير مدينة زانجالان و24 قرية أذربيجانية من الاحتلال الأرميني. وأضاف علييف أن الجيش الأذربيجاني لديه كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأرمينية. محمد سليمان معه المزيد من التفاصيل، تفضل محمد. محمد، كفتا الميزان الأممي متكافئتان بين أرمينيا وأذربيجان، لكنه من وجهة نظر باكو حياد بين الضحية والجلاد، حين يدعو أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق بطلب من ثلاثي مينسك، فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، الطرفين إلى احترام الهدنة الإنسانية. فالوضع سيء، ولكن من المسؤول عن سوءه؟ هذا ما فعلته القوات الأرمينية ببيوت المدنيين في مدينة في مدن أذربيجان، وهي مدن بعيدة عن إقليم قرباغ المحتل. وهؤلاء هم بعض ضحايا صواريخ يريفان الباليستية، وهو توثيق دقيق بالصوت والصورة لخروقات الأرمن المتكررة، لا داخل الإقليم وحسب بل وخارجه أيضا. بعض هذا التوثيق حصلت عليه تي آر تي عبر مراسلها في لحظات كادت تضر بشهود الصحافة هناك. وهذا رد أذربيجان، استهداف دقيق لجنود وآليات عسكرية داخل أراضيها في الإقليم المحتل، وهو توثيق آخر لالتزام واضح بقواعد الاشتباك، كما تقول وزارة الدفاع الأذربيجانية، فيما تستمر قوتها في تحرير قرى جديدة يوميا، آخرها 24 في فوزولي وجبرائيل وخوجافاند وزنجلان. فأين خروق باكو التي يدعو الأمميون إلى إيقافها؟ بل وأين الأمم المتحدة مما أقره مجلس أمنها من قرارات تدعو الاحتلال الأرمني إلى الخروج من أراض متفق على أنها تعود إلى أذربيجان؟ وأين ثلاثي مجموعة مينسك العاجزة عن القيام بدورها منذ تأسيسها عام 1992؟ لذلك كله ليس غريبا أن يصف رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب مينسك بالمجموعة الميتة إكلينيكيا، وأن يذكرهم أن الحل النهائي لن يتحقق ما دامت أرمينيا مستمرة في احتلال أراض أذربيجانية. أرمينيا التي لم تنسحب من الأراضي التي احتلتها رغم قرارات الأمم المتحدة، أصبح قتل المدنيين لديها سياسة دولة، وتواصل هجماتها على المدنيين رغم الهدنة التي أعلنت في موسكو، وهذه الهجمات جرائم حرب. فإن كانت العدالة المطلقة غير متاحة، وإن كان مجلس الأمن عاجزا عن تنفيذ مقرراته، ومجموعة الدول المعنية بالحل صامتة عقودا، والدول الكبرى متجاهلة مثلها، فهل أقل من أن يكون موقف المحايد صادقا في وصف المشهد، إذ يسعى الأذربيجانيون إلى أراضيهم، ويسعى الأرمنيون إلى توسيع دائرة النار لتشمل المدنية قبل العسكرية؟ تلك نقاط يطرحها محمد في حواره مع ضيفه. شكرا لك محمد. التطورات متسارعة هي القادمة من أذربيجان وتحديدا من قرباغ. سنحاور ضيفنا من باكو عبر سكايب، رئيس تجمع الشباب الأذربيجاني والناشط السياسي، الأستاذ فريد شهبازلي. أهلا ومرحبا بك سيد فريد. سيد فريد، يعني الذي يستمع لتصريحات الرئيس علييف يستشف منها أن الحل العسكري هو الحل القائم الآن ولا مجال للتفاوض، ما تعليقك؟
بداية حسنا على الاستضافة، منذ أول يوم تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام عاليف كانت واضحة وصريحة. الشرط الوحيد الذي لا غيره من شروط بإمكان أذربيجان القبول بها هو الانسحاب الكامل لأرمينيا من جميع الأراضي المحتلة الأذربيجانية، ومن ثم الجلوس على طاولة المفاوضات. كما تعلمون، رغم دعوات استمرت لمدة عشرات السنوات، لكن أرمينيا لا تختار الطريق الصحيح. نقول كأذربيجانيين، هذه هي الفرصة السعيدة، الفرصة الأخيرة لأرمينيا. الحل الوحيد هو الخروج الكامل، لكن أرمينيا لا تحاول استغلال هذه الفرصة وتختار الحرب على السلام. إن القوات المسلحة الأذربيجانية هي واضحة: إن انسحبتم من أراضينا فنحن جاهزون لعقد اتفاقية السلام، وإن لم تختاروا فإن أذربيجان هي مستعدة وجاهزة للحرب من أجل تحرير أراضيها. هذه هي معادلة الاشتباكات بين أذربيجان وبين أرمينيا: طرف يحاول تحرير أراضيه المحتلة، وطرف يحاول السيطرة على أراضي أخرى واستهداف المدنيين، ألا وهو الطرف الأرميني. أما أذربيجان فهي مجبورة على حماية مواطنيها المدنيين. السلام يأتي بانسحاب أرمينيا من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة، ولا شرط غيره. طيب، أريد أن أسأل، يعني بالتالي كيف تقرؤون الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا أعضاء في مجلس الأمن الدولي لكل من أذربيجان وأرمينيا باحترام وقف إطلاق النار؟ البعض يرى أن في ذلك مساواة بين المحتل وبين من يدافع عن حقوق أقرتها جميع المواثيق الدولية. مع الأسف، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعلم جيدا بأن أرمينيا هي دولة محتلة، وهنالك أربعة قرارات صادرة من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن العائد لها. لماذا لا تجبرون أرمينيا ولا تمارسون ضغوطات عليها؟ منذ 30 عاما تحتل أراضي عائدة لأذربيجان، وهذا موجود ومتفق عليه في جميع القرارات الأممية والدولية. في الحقيقة نحن لا نفهم ازدواجية المعايير المتبعة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. أيمكن التساوي بين محتل ومن يحاول تحرير أراضيه؟ على الرغم من ذلك، نحن نقول إننا جاهزون ومستعدون للتفاوض من أجل السلام، وقمنا بتطبيق جميع القرارات ووقعنا على جميع الاتفاقيات، لكن الطرف الآخر لا توجد له نوايا، أي أرمينيا يحاول السيطرة على أراض أخرى وهي الأراضي المحتلة. أقول بأن هذه الدعوات هي فاشلة. ما هو تفسيركم للموقف الروسي الذي دعا لهذه الهدنة، وعند خرقها بعد ساعات من التوقيع على هذه الهدنة من قبل أرمينيا، هو لا يمارس الضغط على أرمينيا لكي تكف عن هذه الاعتداءات؟ في الحقيقة نحن كأذربيجان نعلم جيدا بأن أرمينيا هي من خرقت الاتفاقية التي دعت لها روسيا، ولكن كما تعلمون بأن روسيا هي كانت الدولة الوسيطة، إذا أرمينيا لا تحترم روسيا بخرقها لهذه اتفاقية إطلاق النار. يجب على روسيا ممارسة الضغوطات على أرمينيا من أجل تشريف مواقفها، ولكن نحن نعلم جيدا بأن روسيا تقدم الدعم لأرمينيا، ولا نؤمن بأنها حيادية ولا تريد تطبيق وممارسة الضغوطات على أرمينيا. أما أذربيجان فهي صادقة لجميع هذه الاتفاقيات على عكس الدولة الأخرى. بعد مرور دقائق قليلة تقوم أرمينيا بخرق هذه الاتفاقيات. أعتقد بأن روسيا يجب أن تمارس العدالة وتقف إلى
جانب العدالة بممارسة الضغوطات. البعض يرى أن هناك محاولات حثيثة من أرمينيا لإدخال أذربيجان في حرب واسعة، يعني كل هذا الاستهداف للمناطق المدنية هو من أجل أن ترد أذربيجان داخل الأراضي الأرمينية. إلى متى ستصبر أذربيجان على هذه الاعتداءات، وهل يمكن فعلا أن تذهب إلى حرب أوسع؟ في الحقيقة وضعتم أيديكم على الجرح، سؤال وجيه وتحليل مفصل وعميق. نحن نعلم جيدا بأن هذه المؤامرة تقاد من قبل دول أخرى، ولكن يستخدمون أرمينيا كحجر شطرنج من أجل استفزاز أذربيجان وجرها إلى هذه المعارك، أو ما يريدون بدخول أذربيجان إلى الأراضي الأرمينية، لأن هنالك بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها بين أرمينيا ودول أخرى. لذلك ستجبر هذه الدول من أجل الوقوف إلى جانب أرمينيا. هذه هي مساعي أرمينيا والدول التي تقدم الدعم لها. إن أذربيجان هي حريصة على مواقفها ولا تنجر إلى هذه الاستفزازات المستمرة من قبل أرمينيا. وإن موقف أذربيجان هي واضحة وصريحة، لن نقف مكتوفي الأيدي عندما تقوم أرمينيا باستهداف مواطنينا المدنيين. أما نحن فإن موقفنا واضح، لن نستهدف المدنيين، وإنما ندافع من أجل تحرير أراضينا. وبعد تحرير هذه الأراضي، فكما تعلمون بأننا حررنا مدن وقرى تابعة لها. لذلك الآن أرمينيا هي منزعجة وتقوم باستهداف المدنيين لجر أذربيجان إلى هذه المعارك، أو ما سميتموها الحرب الواسعة. لا يمكن لأذربيجان أن تنجر إلى هذه المؤامرات. وإن روسيا أيضا بعدم حياديتها أيضا تقدم الدعم غير المكشوف لأرمينيا. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من باكو رئيس تجمع الشباب الأذربيجاني والناشط السياسي فريد شهبازلي، شكرا جزيلا لك. اعتقلت السلطات التركية الأردني من أصل فلسطيني أحمد الأسطل، وذلك بتهمة التجسس لصالح الإمارات. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة TRT، فإن الأسطل اخترق خلال 7 أعوام من عمله صحفيين عربا أفرادا وجماعات من جماعة الإخوان المسلمين. وقد تلقى الأسطل حوالات مالية من الإمارات قدرت بآلاف الدولارات. التجسس لصالح الإمارات قضية تطفو على السطح مجددا مع كشف السلطات التركية اعتقال الأردني من أصل فلسطيني أحمد الأسطل، الذي كان قدم إلى اسطنبول عام 2013 بإعاز من المخابرات الإماراتية التي جندته للعمل لصالحها عام 2009. التفاصيل التي حصلت عليها شبكة TRT أظهرت تسلم الأسطل مبالغ مالية مقابل مهمته لاختراق معارضين وصحفيين عرب ممن يقيمون في تركيا، وجمع معلومات عن أفراد وكوادر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وسياسات تركيا الداخلية والخارجية. محاولات الإمارات التجسس ضد معارضين وصحفيين في تركيا هذه ليست الأولى، فقد أعلنت السلطات التركية في أبريل الماضي اعتقال شخصين بتهمة التجسس لصالح أبو ظبي، مؤكدة أن الجهات الأمنية المختصة تبذل جهودا حثيثة لإحباط أي مخططات خارجية من شأنها تهديد أمن البلاد. تعليقا على هذا الموضوع، انضم إلينا من اسطنبول عبر سكايب رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا الأستاذ حمزة تكين. أهلا ومرحبا بك سيد حمزة. سيد حمزة، هي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا بتفكيك شبكة أو خلية للتجسس تابعة للإمارات. السؤال، ماذا تريد الإمارات من تركيا؟ طبعا كما تفضلت أستاذ الكريم، هذه ليست المرة الأولى التي تفكك بها تركيا شبكة تجسس تابعة خاصة لإدارة الإمارات. خلال عامين فقط تم القبض أو تم الإعلان
عن القبض على 3 أشخاص كانوا يعملون لصالح الإمارات بطريقة تجسسية داخل الأراضي التركية. طبعا ما تريده الإمارات من هذه الخطوات الغير القانونية بطبيعة الحال محاولة استهداف الداخل التركي، محاولة جمع معلومات عن المضطهدين المظلومين الصحفيين التجار المستثمرين العرب الذين لجأوا إلى تركيا خلال الأعوام الماضية ويعيشون على الأراضي التركية. تحاول الإمارات أن تجمع كل هذه المعلومات لتزرع اليوم المشاكل والفتن بين المجتمع التركي وبين المجتمع العربي الذي يعيش في تركيا، وكلنا نرى نتائج هذه السياسة اليوم بالإعلام الموالي لإدارة الإمارات، زرع الفتن، زرع الخصام، الأفكار التعصبية بين الشعوب، ومن هذا المنطلق محاولات الإمارات سواء بطريقة أمنية أو بطريقة إعلامية أو بطريقة اقتصادية للمس بتركيا ما زالت مستمرة، لم تنتهي، ولكن هي محاولات حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تؤتي أكلها بشكل ناجح وتحقق أهداف إدارة الإمارات من بسعيها لهذه الأهداف والنقاط السلبية السيئة. من خلال العملية الأخيرة السيد حمزة، هناك من يقول إن الإمارات تقوم بالتجسس لكن لصالح طرف ثالث، ما تعليقك؟ يعني سيدي الكريم، إدارة الإمارات كلنا نعرف أنها ليست بهذه الإدارة القوية أو بالدولة القوية في المنطقة، هي تعمل بطبيعة الحال مع دول أخرى كبرى مؤثرة في المنطقة وعلى رأسها الكيان الإسرائيلي. هناك تنسيق عالي بين تل أبيب وبين أبو ظبي، وما شهدناه اليوم من الاستقبال الحافل للطائرة الإماراتية المدنية في تل أبيب ما هو إلا دليل على هذه العلاقة الوثيقة. هذه العلاقة الوثيقة اليوم تحاول إدارة الإمارات أن تستغلها وتستثمرها لصالح جمع معلومات عن تركيا، كل ما يخص تركيا، الداخل التركي، لتستفيد منها هي في بسياستها السيئة السلبية تجاه تركيا، وأيضا لتقدم هذه المعلومات لأطراف أخرى تشترك معها بهدف واحد، ضرب تركيا، الإساءة لتركيا، ومحاولة زعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني في تركيا. لكن السؤال هنا، ما هي دلالات فشل هذه الفرق التجسسية في تركيا؟ يعني الضعف الكبير بالاستخبارات لدى إدارة الإمارات، هناك ضعف كبير واضح دائما ما تكشف تركيا وحتى غير تركيا ربما مثل هذه الخلايا التجسسية التابعة لهذه الإدارة. واضح أن هذه الخلايا لم تتلقى التدريب الكامل والقوي من مشغليها الآخرين، أو ربما تلقت جزء من هذا التدريب ولم تستطع أن تستثمر هذا التدريب بطريقة ناجحة. وبالتالي إضافة لهذا الفشل الإماراتي، أيضا لابد أن نشير للقوة الاستخباراتية التي تتمتع بها تركيا. كلنا نعرف اليوم أن الاستخبارات التركية تعد من أقوى استخبارات العالم، وبالتالي اللعب مع الاستخبارات التركية من قبل استخبارات إدارة الإمارات أو غيرها ليس بالأمر السهل، وما تكشفه إذا الاستخبارات التركية بهذا السياق واضح قادرة عناصر الاستخبارات التركية على رصد كل التحركات في الداخل وأيضا في الخارج. كلنا نعلم أن هناك عمليات أمنية نوعية استطاعت الاستخبارات التركية أن تحققها حتى خارج الأراضي التركية، وخاصة ضد التنظيمات الإرهابية على رأسها PKK وتنظيم جولان الإرهابي. الأستاذ حمزة تكين، رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا، كنت معنا من إسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته استطاعت تقليص التعويضات المستحقة للولايات المتحدة من 10 مليارات دولار إلى بضع مئات من ملايين الدولارات، وذلك بعد حوار طويل مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب. وأضاف حمدوك أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسعا أمام العودة إلى الانفتاح على العالم.
نحو التخلص من تركة النظام السابق الثقيلة، يسارع مسؤولو السودان خطواتهم نحو اندماج بلادهم أكثر في الوسط الدولي. ترامب يباغت متابعيه العرب بتغريدة يتحدث فيها عن التوصل إلى اتفاق أمريكي سوداني وقرب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية. بسرعة يصرح رئيس الوزراء السوداني ويهنئ شعبه. الرجل يعيد بمرحلة جديدة وبنمو وازدهار أكثر للبلد المنهك من الحروب والصراعات. رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسع لتعزيز وتأكيد عودة السودان المستحقة للمجتمع الدولي. السودان وفي ظل أزمته الاقتصادية الخانقة يعوض ضحايا الإرهاب من الأمريكيين بعد اتهام واشنطن لحكومته السابقة بالتورط بتفجيرات استهدفت مصالح الولايات المتحدة. تفجيرا نيروبي ودار السلام عام 98 واللذان تبناهما تنظيم القاعدة الإرهابية عاقا كثيرا أي تقارب أمريكي سوداني. وزارة المالية السودانية تعلن تحويل 335 مليون دولار لضحايا التفجيرات من الأمريكيين، لكن القصة لا تنتهي هنا. مع أنباء عن قرب توقيع اتفاق تطبيع سوداني إسرائيلي خلال أيام، الإذاعة الإسرائيلية الرسمية نقلت عن مصادر داخل تل أبيب قولها إن هناك اتفاقا وشيكا سيعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان في موعد لن يزيد على أيام قليلة. سيعلن الجانبان تطبيع علاقاتهما والانضمام إلى قطار التطبيع العربي. يأتي هذا في ظل مباحثات مكثفة لمسؤولين سودانيين في الإمارات خلال الفترة الماضية، ما يفتح باب التكهنات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الباحث بالمركز الدولي لاستشراف المستقبل الدكتور الزمزمي بشير. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، ماذا يمثل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب؟ يمثل الكثير طبعا للسودان، يعيد السودان للنظام المصرفي العالمي، يعيد التحويلات المالية من وإلى السودان، يعيد شركات الشحن التي كانت تقاطع السودان، يعيد كثير من الشركات التي تفرض بذات شركات التكنولوجيا على السودان. ولكن لا أتوقع أن يضيف كثيرا في الناحية الاقتصادية اليومية في السودان، لأنه لم تعد هناك شركات غربية موجودة في السودان، لم تعد هناك وكلاء لشركات غربية. السودان منذ 30 عام يتجه شرقا، يتجه إلى الصين وإلى الهند وإلى تركيا وإلى منطقة الشرق الأدنى والشرق الشرق الأوسط. لم تكن هناك الآن حركة تجارة أو بضائع تأتي من الدول الغربية أو رجال أعمال حتى موجودين من الدول الغربية يحتاجون لتحويلات. معظم رؤوس الأموال هي رؤوس أموال عربية من دول الخليج العربي، من بعض المستثمرين من دول الشرق الأوسط من مصر من تركيا من غيرها. ولكن هو خطوة، لكن ينبغي أن لا نفرط في التفاؤل في هذا الأمر. هو يضيف لكن لا يحل مشكلة السودان بشكل جذري، وإنما هذا من الناحية الاقتصادية. لكن برأيك دكتور، هل ستقبل إدارة دونالد ترامب بدفع التعويضات فقط دون الضغط على الخرطوم بالتطبيع مع إسرائيل؟ لا أتوقع ذلك. هو قضية التطبيع جزء من هذه الصفقة كما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام. وأيضا هناك ضغوط إقليمية على هذا على السودان وتؤثر على هذا الأمر. يعني الأمر هذا مربوط ب وليس له علاقة، أمر هذا رعاية الإرهاب ليس له علاقة حتى، لكن فهم من تصريحات أكثر من مرة من الرئيس الأمريكي ومن مسؤولين أمريكيين أن هناك ربط ما بين التطبيع مع إسرائيل وسحب اسم السودان من قوائم الإرهاب. نعم، هو تطبيع عقدت عدة جلسات كانت مع رئيس مجلس السيادة في عنتبي في أوغندا، عرضت جلسات أخرى كان مخطط لها، وكان مخطط حتى لزيارة نتنياهو واللقاء الثاني مع الرئيس مجلس السيادة.
ولكن هذا الأمر من ناحية شكلية كان مرفوض من مجلس الوزراء، وليس كراهية في إسرائيل، وإنما حتى لا يفوز الإخوة في مجلس السيادة بهذا الإنجاز الذي يسمونه، لأن هذا الإنجاز هو يخطف الأضواء لمجلس السيادة وإلى القوة العسكرية، ليس كراهية في إسرائيل أو رفضا لإسرائيل. كل الذين يعملون الآن في السلطة على اتصالات بالعالم الغربي وبإسرائيل، وليس عندهم تحفظ من هذا الأمر ولكن العلاقة مع إسرائيل ربطت بالدول الراعية للإرهاب، وحتى قضية ضم السودان لهذه العلاقة ليس لها علاقة أبدا بإسرائيل، ليس لها علاقة بمنظمات جهادية فلسطينية، وإنما بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام وفي نيروبي، واتهام أن هؤلاء الإرهابيين كانوا موجودين في السودان ونالوا تدريبات في السودان، وحتى هذا الإنجاز تم إنجازه بمال، لم يتم بعمل سياسي ودبلوماسي وغيره. السودان كان موعودا برفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بإعفاء الديون التي بلغت أكثر من 60 مليار، ولم نرى نحن منذ زمن طويل من الولايات المتحدة حتى بعد اتفاقية السي بي اي، اتفاقية السلام الشامل، وعرض السودان بهذا الأمر ولم تقدم شيئا، وعرض بإعفاء الديون السودانية، وهذه الديون حتى حكومة السودان لها نصيب فيها لكن تم تحميلها لحكومة الشمال. إذا كانت هذه الخطوة كما قلت أنت قبل قليل دكتور، قلت إن السودان لن يستفيد اقتصاديا من رفع اسمه من قوائم الدول الراعية للإرهاب، لأنه اتجه ليس للغرب، اتجه شرقا في الاستثمار والاقتصاد، لكن ألا تشجع هذه الخطوة الشركات الغربية على الاستثمار في السودان؟ وإذا كانت هذه الخطوة لا تصلح الأحوال الاقتصادية، فبعد أكثر من عام على حكومة حمدوك، ما هي الخطوات التي ستصلح الأحوال الاقتصادية؟ الخطوات التي ستصلح الأحوال الاقتصادية بالترتيب السليم لإدارة الاقتصاد وإدارة موارد السودان الزراعية والحيوانية والبترولية أيضا الموجودة والمعدنية. السودان الآن دولة كبيرة منتجة للذهب، لكن هذا الذهب يهرب لدول الإقليم، يهرب عبر المطارات منذ زمن طويل، ولم هذا الأمر حدث هو ضبط فيه، لكن حتى الآن في كثير من التهريب. السودان يحتاج لمسألة إدارية لترتيب أولويات الاقتصاد، أولويات الصرف، وأن تضع الدولة منهجا واضحا لإدارة الاقتصاد في السودان، يرتبط بالتعليم، يرتبط بالصحة، يرتبط بكل الأشياء. نحن الآن صحة البيئة في السودان متدهورة، لذلك نستهلك عدد كبير جدا من الأدوية في السودان بسبب تردي الأوضاع البيئية. إصلاح البيئة هو إصلاح النظام الصحي. هناك كثير من الترف وكثير من الأشياء الاقتصادية الغير مهمة ينبغي أن تسهم فيها الدولة وتقوم بتوعية. أشكرك من الخرطوم الباحث بالمركز الدولي لاستشراف المستقبل الدكتور الزمزمي بشير، شكرا جزيلا لك. المجال يستمر معكم ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعادت إيرلندا فرض الإغلاق التام لاحتواء وباء كورونا، لتصبح بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعيد فرض إغلاق تام لمدة 6 أسابيع. وفي السياق ذاته نفذت ويلز القيود الأشد في بريطانيا في مسعى حثيث من السلطات للتخفيف من وطأة الموجة الثانية من كورونا بفرض إغلاق لمدة 2 أسبوع. شبح الموجة الثانية لفيروس كورونا يدفع دولا لإعادة إجراءات الإغلاق مع غياب لقاح فعال ووسط تزايد في عدد الإصابات والوفيات. دول لجأت بالفعل إلى فرض إجراءات مشددة تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يهدد بشكل كبير بانتشار الفيروس القاتل من جديد.
أيرلندا فرضت واحدة من أطول عمليات الإغلاق في أوروبا، والتي ستستمر لستة أسابيع بعد أول زيادة في عدد الإصابات رغم تشديد القيود على مدى الأسابيع الأخيرة. وبحسب رئيس الوزراء فأيرلندا تتبع نظاماً هو الأكثر صرامة في أوروبا، وعلى عكس الإغلاق الأول ستبقى المدارس هذه المرة مفتوحة وسيسمح باستمرار الخدمات الأساسية مثل البناء، مع نقل البلاد إلى أعلى مستوى من القيود وهو المستوى الخامس. على نفس خطى أيرلندا نفذت ويلز القيود الأشد في بريطانيا في مسعى حثيث من السلطات للتخفيف من وطأة الموجة الثانية من كورونا بفرض إغلاق لمدة أسبوعين. أوروبا التي اضطرت دولها إلى فرض إغلاق تام خلال الموجة الأولى من الوباء تفرض إجراءات على نطاق محلي بالنسبة إلى الموجة الثانية، على أمل إبقاء اقتصاداتها عاملة في محاولة لإنقاذ ما دمرته الموجة الأولى من الوباء. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا من لندن الطبيب المتخصص في الأمراض الوبائية الدكتور مصطفى جاويش. أهلا ومرحبا بك دكتور مصطفى. دكتور، يعني بعد إيرلندا وويلز هل تدخل باقي المملكة المتحدة في إجراءات الإغلاق جراء كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك استاذ عصام وبالساده المشاهدين. هو الحقيقه موضوع الكورونا في بريطانيا والمملكه المتحده حاليا دخل في اطوار من الصعوبه، بالذات لما بدات توصل الاصابات او الامس ل 17,000 مصاب يوميا مع زياده الوفيات، وبالتالي اصبحت الاجراءات اللي اعلنها بوريس جونسون في الاسبوع الماضي لما قال لن يحدث غلق كامل عشان الاقتصاد وعشان المدارس، اصبحت تلك الامور حاليا على مهب الريح. ان هو بوريس جونسون اعلن عن وجود ثلاث حالات التأهب، حالة بسيطة، حالة متوسطة، حالة شديدة، ولكن ما يعلن حاليا في المقاطعات زي ويلز اللي تم الغلق كامل اسبوعين من يوم الجمعة القادم، وايضا في ليفربول قبل ذلك ومانشستر ايضا امس على العمدة عن الحالة بالغة الخطورة، اصبح الوضع حاليا في بريطانيا فعلا يحتاج الى مزيد من الوعي الحكومي في مواجهة الوباء أو تلك الجائحة بمزيد من القلق. يعني فكرة مراعاة الحالة الاقتصادية أيوة مطلوبة فعلا، ولكن صحة المواطن يعني يعتبر لها الأولوية، والأخطر من الغلق الاقتصادي موضوع المدارس. أيوة المدارس فيها إجراءات احترازية جيدة، عدد الفصول لا تزيد عن 24 طالب، وتوجد مجموعات أو بابلز يعني لسرعة الترصد، ولكن هذا يستدعي إجراءات أشد يعني صرامة وأشد يعني في القوة من الحكومة البريطانية لمواجهة ذلك الوباء حاليا. طيب، ما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع في منحى الإصابات في بريطانيا؟ يعني حتى أن الإصابات أكثر من بداية انتشار الوباء. هو يمكن التفسير الحكومي اللي هو التفسير السياسي بيقول أنه بدأوا حاليا يزودوا عدد الفحوصات يعني البي سي آر، وبالتالي لما زود دائرة الفحص ده حاجة موجودة حاليا في الشوارع بقت ظاهرة متاحة، بالتالي هيزيد حالات الإصابة، لكن هذا لا يمنع من حقيقة أن الموجة الثانية تضرب بقوة وتضرب يعني بأشد شراسة وعنف من شهر الفرد. لكن دكتور، ألم تستعد الحكومات للموجة الثانية؟ يعني هي ليست مفاجأة، ومن المفروض أن جميع الحكومات وخصوصا حكومات الدول الكبرى مثل بريطانيا استعدت لهذه الموجة كي لا تنهار اقتصاديا وأيضا في النظام الصحي. هو في الحقيقة أن رئيس الوزراء البريطاني في الأسبوع الماضي قال أن هو هيفتح ثلاث مستشفيات ميدانية، وكان عنده أصلا ستة في شهر مارس أغلقهم بعد انحصار الموجة الأولى، أعلن أنه يفتح ثلاث مستشفيات ميدانية مرة أخرى. لكن الحقيقة في نفس الوقت هو أيضا طلب من هيئة الصحة الوطنية NHS أن هي تقلل من الإجراءات الفحص الجموعي للمرضى أو للمترددين حتى تقلل من تلك من فرصة الانتشار. هو هنا ايوه هم بيحاولوا فعلا يكون عندهم طاقه استيعابيه اكثر او اجراءات يعني اشد جديه من الناحيه الطبيه، ولكن الواقع الحقيقي بيفرض نفسه على تلك المجتمعات مهما كانت عندهم القدره الاقتصاديه على مواجهه تلك الاوبئه. يعني بالامس في مانشستر كان فيه يعني نوع من المعارضه الحكومه المجتمعيه لقرار حكومه المقاطعه بالغلق،
لأنها لم توفر لهم سبل التمويل الاقتصادي لتلك المشاريع، وبالتالي هيبقى عندنا نوع من الحصار الاقتصادي وضرر كبير جدا على العاملين وانتشار البطالة في تلك المجتمعات. تحتاج مواجهة قوية أكثر من الحكومة، إجراءات أشد فعالية. هل هناك احتمالات بخروج الوضع عن السيطرة في المملكة المتحدة في حال استمرار أعداد الإصابات بالتزايد؟ هو ده يرجعنا يمكن للملاحظة اللي تفضلت بها في السؤال السابق، ان هم المفروض يكونوا حاليا اخذوا عندهم قدرة اكثر على المواجهة، واخذوا يعني فرصة من من الخبرة من المرة السابقة، فعندهم فرصة من الخبرة اكثر. المفروض يكون حاليا عندنا وعي مجتمعي اكثر من لبس الكمامة والتباعد المجتمعي واجراءات الغسيل الايدي والنظافة الشخصية، ده تكون اشد طبعا. عندنا حاليا بقى في توجه سياسي اشد صرامة. يعني في البداية كان رئيس الوزراء بيقول منعت القضية وقالت ان النظرية فاشلة، دلوقتي بدأ ياخد اجراءات واجراءات غلق. ايوه طبعا دي خبرة مكتسبة وخبرة تراكمية، نامل انها تكون ان شاء الله اشد يعني فعالية في تلك المرة عنها في المرة السابقة. طيب دكتور، لماذا غاب الحديث عن اللقاح الآن بعد أن تأملنا جميعا أن اللقاح بات قريبا؟ الحين موضوع اللقاح بيرجع أكتر للموضوع الناحية السياسية. يعني مثلا لما لاحظنا أن ترامب بيؤكد على اللقاح قبل بداية شهر نوفمبر قبل الانتخابات حينه لم يكتمل حتى الآن، لما لاحظنا ان في موسكو اعلنوا عن ترخيص اللقاح قبل ان يبدا المرحله الثالثه من التجارب، في الصين ايضا نفس الاعلان السياسي. الحقيقه دي المشكله، ان دايما عندنا بيكون القرار السياسي بيسبق القرار العملي والمعملي. يمكن حتى يعني يمكن هذا الاسبوع في بريطانيا بداوا يتكلموا في حاجه ثانيه خالص، هنحاول نجيب متطوعين نمرضهم نديهم الفيروس عشان يمرضهم، ونبدا نعمل ابحاث جديده في خلال العام القادم. واضح الموضوع فعلا بياخد وقت. يعني موضوع اللقاح الجوانب العلميه الدقيقه بمراعاه الاخلاقيات الطبيه للتجارب السريريه لازم تاخد وقت، لكن هو الحال القرار السياسي بيسبق دايما على امل انه يهيئ المجتمعات لنوع من الطمانينه. لكن الواقع حتى لو طلع لقاح على شهر يناير او فبراير القادم هيكون عشان ينتج بالانتاج الجمله الماس برودكشن يكفي الملايين ايضا يحتاج وقت، مش قبل نهايه العام القادم حتى يكون اللقاح متوفر بكميه تكفي لتطعيم جميع الفئات الاشد احتياجا لذلك اللقاح. اشكرك شكرا جزيلا من لندن الطبيب المتخصص في الامراض الوبائيه الدكتور مصطفى جاويش. تحل الذكرى 17 السنوية لوفاة علي عزة بيغوفيتش القائد البوسني والمفكر المسلم الذي سطر التاريخ بإنقاذه المسلمين البوشناق من أهوال الحرب، وأهدى لهم دولة ذات سيادة واستقلالية معترف بها دوليا، ما دفع أنصاره لتلقيبه بالقائد الحكيم. أبرز محطات بيغوفيتش في التقرير التالي. علي عزة بيغوفيتش مؤسس دولة البوسنة والهرسك الحديثة، ولد عام 1925 ببلدة بوسانيسكي شماتس شمال البوسنة والهرسك بمملكة يوغوسلافيا. درس عزة بيغوفيتش في الثانوية الألمانية في العاصمة سراييفو، وخلال دراسته أسس جمعية ملاضي مسلماني أي الشبان المسلمين، التي تحولت فيما بعد إلى جمعية أعمال اجتماعية وخيرية. التحق عزة بيغوفيتش بجامعة سراييفو حيث حصل على شهادة القانون منها عام 1950، في وقت حكم عليه بالسجن 5 سنوات بسبب معارضته للنظام الشيوعي الجديد الذي يقوده جوزيف تيتو. عام 1983 حكم عليه بالسجن 14 عاما بسبب نشر كتاب باسم الإعلان الإسلامي الذي وصفته السلطات هناك بأنه تهديد للنظام الشيوعي في البلاد. وخلال سجنه نشر كتابه الإسلام بين الشرق والغرب الذي يقارن فيه بين الإسلام والمسيحية والمادية. أفرج عنه عام 1988 بعد ضغوط من منظمات حقوق الإنسان الغربية على يوغوسلافيا. أسس بيغوفيتش حزب العمل الديمقراطي عام 1990
وخاض الانتخابات العامة في البوسنة وحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان، ليصبح علي عز بيغوفيتش رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك الاشتراكية ضمن يوغوسلافيا الفيدرالية. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر ليوغوسلافيا الاشتراكية، أعلنت البوسنة والهرسك استقلالها بعد استفتاء شعبي أجري عام 1992 والذي أيده البوشناق والكروات وقاطعه الصرب. لتدخل البلاد حربا مع الصرب داخل البوسنة والهرسك والذين ارتكبوا مجازر بحق المسلمين بدعم من دول الجوار وغض الطرف من قبل الدول الأوروبية. أواخر عام 1995 وقع كل من علي عز بيغوفيتش ورئيسي يوغوسلافيا وكرواتيا اتفاق دايتون الذي أنهى حرب البوسنة. في 14 من مارس عام 1996 انسحب علي عز بيغوفيتش من منصب رئاسة البوسنة والهرسك بعد تدهور حالته الصحية. حصل علي عز بيغوفيتش خلال حياته التي قضاها في النضال والعمل السياسي والتأليف على عدد من الجوائز الحقوقية والدولية، وفي 19 من أكتوبر عام 2003 توفي علي عز بيغوفيتش عن عمر ناهز 78 عاما. وصلنا إلى المجال الرقمي وآخر ما تداوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم مع أيمن جاد، تفضل أيمن. شكرا لك محمد، أهلا بكم. نبدأ مجالنا الرقمي من زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان أبو ظبي تطبيع علاقاتها مع تل أبيب. فعلى رأس الوفد الإماراتي الحكومي كان وزير المالية والاقتصاد، ومضيفات الطائرة التي أقلت الوفد الإماراتي يحملن العلم الإسرائيلي. وإماراتيون يدافعون عن بلدهم، فليست هي الدولة العربية الوحيدة التي تطبع العلاقات مع إسرائيل وتعقد معها الاتفاقيات، وهي اتفاقيات عار تمضي فيها أبو ظبي على قدم وساق مع تل أبيب، ربما سيكون له الأثر الاقتصادي الكبير على إسرائيل، ما يعني تحوله إلى قذائف تسقط على رؤوس أطفال فلسطين. هرولة الإمارات السريعة نحو التطبيع مع إسرائيل وزيارتها المتزايدة إلى تل أبيب قوبلت بترحيب كبير من قبل الإسرائيليين الذين رأوا فيها أن الصحبة بعد العداوة أحلى من الحلاوة. الاتفاق الإبراهيمي للسلام هو الحبل السري اللي بربط بين الخليج العربي وبين البحر الأبيض المتوسط، بين الإمارات المتحدة الحديثة والستارت أب نيشن دولة إسرائيل، بين المسلمين وبين اليهود كما مكتوب بالقرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شو استرتقين؟ السلام بيمحي العداوة وبيجيب الصحبة بين الشعبين، زي ما بنقول أحلى من الحلاوة الصحبة بعد العداوة. ولما لا، بعد أن أصفرت الصحبة التي وجدها الجانب الإسرائيلي أحلى من الحلاوة عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين ستساهم في دعم اقتصادي تل أبيب. فخلال تلك الزيارة تم تدشين صندوق أمريكي إماراتي إسرائيلي بقيمة 3 مليارات دولار للاستثمار التنموي، وتشكيك في التزام إسرائيل بأي اتفاقية يتم توقيعها، وهي من نقضت سابقا كافة الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين ورعاها المجتمع الدولي. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين الإمارات وإسرائيل خلال زيارة الوفد الإماراتي، ومواطنون عرب يتمنون لو كانت تلك الخطوة تمت بين الإمارات ودول عربية وليست مع إسرائيل، وربما يكون في الاتفاقيات الجديدة بين الإمارات وإسرائيل طريقة جديدة لغسل الأموال من قبل أبو ظبي. على المستوى الشعبي، شهدت زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيعه اتفاقيات اقتصادية مشتركة بين الطرفين ردود فعل جاءت في معظمها رافضة لها. فالإمارات اختارت الصهاينة عوضا عن مئات الملايين من العرب والمسلمين في تأكيد أن من يرسم سياستها لم يتخطى المرحلة الأولى في الفنون، ولم يعد آخرون يستغربون أي شيء من قبل الإمارات التي وصلت إلى مرحلة الحضيض. وباتت تلك الأسماء العربية والإسلامية لحكام الإمارات يجب أن تسبق بقول والعياذ بالله، فالتاريخ سيوثق خيانة الإمارات، ولن تنسى الشعوب ما
من أعلن بوضوح خيانته للأمة والتاريخ والدين. فمن تحت أقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلي مضى ويمضي الإماراتيون في زيارتهم إلى الأقصى والأراضي المحتلة. وأمام حالة الرفض الشعبي المتزايدة لتطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، حاول بعض الإماراتيين تقديم رشا إلى أهل القدس بمحيط المسجد الأقصى لدعم التطبيع الإماراتي وتأييد ما يفعله قادة أبوظبي ولو بكلمة بسيطة مقابل آلاف الدولارات. آخر نكشة آخر نكشة شو عندي جماعة أصدقائي لي الله يجزيهم الخير يا ربي، طلبوا مني احط صوره تبع دبي، هذا شو اسمه والله نسيت، حاكم دبي محمد بن راشد، يعني محمد بن راشد، ايوه بدي احط صورته بالمحل عندي واحكي كلمه بس تشجيع على التطبيع مقابل 1000 دولار، فرفضت اول شيء، لابد لي بناخذ 3000 دولار بس حط صورته وبحكي لك كلمه، كيف اي صوره ابوي احط صورته؟ منفعش احط كوندرايه ابوي بعلقها ولا بعلق صوره محل صوره اي حدا محل ابوي، طلبني بس احط صورته واحكي كلمه للتطبيع مقابل 3000 دولار. والى قائمه المطبعين مع اسرائيل، ربط مغردون بين رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب ومحاوله دفعها للانضمام الى تلك القائمه. فعلى خطى الامارات يبدو ان السودان يسير الى احضان الصهاينه، وترامب اعلنها بوضوح، على السودان دفع التعويضات لرفع اسمه من قائمه الدول الراعيه للارهاب ومعها التطبيع هديه فوق التعويضات، واتفاق مذل للسودان الذي سيدفع تعويضات على جرائم تشكك الولايات المتحدة من الأساس في مسؤولية الخرطوم عنها. ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يرى أن السودان يمضي بخطى جيدة في تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، وسودانيون يتساءلون عن أهمية تلك الخطوة وهل سيكون لها أي عائد على البلاد. نهاية المجال الرقمي، عودة إليك محمد. شكرا لك أيمن. أما الآن إلى أهم الأخبار الإقليمية والدولية باختصار. وزير الدفاع التركي يؤكد موافقة بلاده على المحادثات الاستكشافية وحل الخلافات بالحوار مع اليونان دون الرضوخ لسياسة فرض الأمر الواقع. استمرار رابع جولات محادثات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في مقر الأمم المتحدة في جنيف بين وفدي حكومة الوفاق وميليشيات حفتر. هجوم بالقنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف يستهدف مكتب الجبهة التركمانية العراقية في منطقة ألتون كوبري في محافظة كركوك مسببا حريقا وخسائر مادية. الرئيس اللبناني ميشيل عون يعرب عن تطلع بلاده للوصول إلى اتفاق يحمي حقوقها السيادية عبر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. السلطات الفرنسية تغلق مسجدا قرب باريس كجزء من حملتها ضد ما تصفه بالإسلام المتطرف التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصا. روسيا تبدي استعدادها تجميد عدد من رؤوسها النووية إجمالا إذا اتخذت الولايات المتحدة نفس الخطوة من أجل تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة. احتجاجات في العديد من المدن الكبرى في أندونيسيا ضد قانون العمل الجديد المتهم بتقويض حقوق العمال وإضعاف حماية البيئة. على مدار عام ونصف حلمت الشابة فات النعيم بهذه اللحظة التي يخرج فيها خطيبها أيمن الياسيني الذي قضى في السجون الإسرائيلية 23 عاما، لكن فات التي تقطن في قطاع غزة لم تكن في انتظاره عقب الإفراج عنه بعد أن حرمتها إسرائيل من حضور هذه اللحظة التي طالما انتظرتها، حيث رفضت منحها تصريحا للتوجه لمدينة القدس الشرقية ليبقى زواجها من أيمن معلقا بأوامر الاحتلال. نتابع القصة. ان انا بشارك بالوقفات التضامنيه مع الاسرى كل اثنين في مقر الصليب الاحمر، كنت اطبع صور للاسرى والاسرات على نفقه الخاصه. في يوم من الايام يعني صادف ان انا رفعت صوره ايمن من غير ما اعرف اي معلومات عنه، فمن حسن الحظ كان تلفزيون فلسطين بصور الوقفه، كان ايمن متابع التلفزيون.
لبنان وشاف في صبية حامل صورته، فصار عنده فضول يعرف مين هذا اللي حامل صورتي من غزة وحامل صورتي. طلب معاه أسرة من قطاع غزة بنفس الغرفة، طلب منهم إنه يسألوا أهليهم مين هذا اللي رفعت صورة أيمن حميدة يوم الاثنين. قدروا يتواصلوا إلي أهله، اتصلوا علي على الجوال، طبعا وصلوا لي رسالة شكر من الأسير أيمن إلي، ونحن بنتم من جهودك ووقفتك مع الأسرة، وانتهى الاتصال على هذا الحال. بعد 3 أيام رجعوا تواصلوا معي ثاني، اتفاجأت بطلبهم إنهم بطلبوا إيدي لأخوهم أيمن حميدة. أنا بصراحة تفاجأت وانصدمت، كيف يعني أسير بده يخطب بنت مجرد إنه شافها على التلفزيون صفع روح، يعني صفع روح صورته. فكان الجواب واصل من أيمن مع أهله، البنت اللي حملت صورتي هي اللي لازم تحمل اسمي. الحمد لله بعتت بالكتاب، أجا عملوا لي حفلة وجابوا الدبل. طبعا كنت اتمنى ايمن يلبسها عن اللي لبسها لحالي، كانت صوره ايمن هي متواجده معي. يوم في المحكمه برضه كان متواجده معي، اليوم برضه طلعت ايمن برضه الصوره كانت متواجده معي. يعني انا كفاتن هي الصوره قدامكم، الصوره بهتت الوانها، الصوره بهتت الوانها، فبالكم انسانه صبرت سنتين ونص. انا منعت من الزياره لخطيبي لان انا مواطنه من غزه وهو من الضفه، منعت. انا المجتمع الدولي بيسمح لي بخمس دقائق ان انا ازور خطيبي وهو اللي لبسني الذبله وانا اللي لبسته اياها، انا منعت من حقي الشرعي. هل انت يا ابو مازن او يا محمود عباس تسمحوا لبناتكم هيك بالمعاناه؟ انا مش صالبه شيء، مش طالبه رصيد في البنوك ولا طالبه فيلا ولا طالبه اي شيء، انا طالبه التقي بخطيبي اللي له خلف القضبان 23 سنه، خطيبي اللي ضحى باعماره، خطيبي دخل السجن 21 سنه اليوم بيطلع 47 سنه. حقه نلتقي بخطيبي، حقه. انا اليوم اول مره اشوف خطيبي على الجوال. تمام. بهذا نأتي إلى ختام مجالنا لهذا اليوم الذي ناقشنا فيه قرباغ، الحرب المستمرة، واعتقال جاسوس للإمارات في تركيا والسودان، العقوبات الأمريكية. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.